مشاهدينا، وزي ما شفنا في التقرير احنا هنتكلم على الأبطال في البارالمبيكس تحديدا، ولكن ده من خلال فقرتنا اللي دايما بنكون فيها باصين للمستقبل، مستقبل مشرق مع شبابنا بفكرة نبني بكرة. هو ده عنوان فقرتنا، ودايما بنتابع فيها مشاريع التخرج مع شبابنا في الجامعات، وتحديدا زي ما قلنا الأسبوع اللي فات إن احنا هنركز مع طلبة كلية الإعلام، ودايما مشروعاتهم بتكون مختلفة وفكرتها جديدة، وتحس كده إنه في وراهم دعم ونظرة مستقبلية غير عادية بتواكب الأحداث، زي ما شفنا طبعا اهتمام الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة ومبادرة قادرون باختلاف. طبعا ده أساس الفكرة، هنعرف أكتر عنها من خلال ضيوفنا اللي منورينا، دكتور دعاء عصام، وهي معيدة بكلية الإعلام جامعة القاهرة والمشرف على مشروع عكس المستحيل لتحدي الإعاقة. أهلا بيكي معانا يا دكتور. أهلا بحضرتك يا أستاذة ميادة. معانا كمان الطالبة ريهام ربيع وهي مشاركة في المشروع. أهلا بيكي يا ريهام. أهلا بحضرتك يا أستاذة ميادة. والطالب أحمد محمد وهو أيضا مشارك في المشروع. أهلا بيكي يا أحمد. دكتور دعاء، يعني خليني ابتدي بحضرتك. اللي عجبني في الموضوع قوي في السنتين ثلاثه اللي فاتوا ان دايما مشاريع التخرج بتهدف الى خدمه المجتمع، مش بس ان انا اتخرج من اعلام واعمل او اعرف الكاميرا واعمل فيلم تسجيلي وحاجات، لا ده انا بعمل حاجه تقدر تفيد المجتمع وتفيد البلد، خصوصا المشروع اللي حضرتك جاي تكلمي عنه النهارده مشروع وطني من الدرجه الاولى. نبتدي منين الحكايه؟ نبتدي منين الحكايه؟ ميرسي جدا. اول حابه اشكر حضرتك واستاذه مياده والاعداد والاخراج على استضافتنا النهارده واعطاء فرصه للشباب ان هم يعني يتحدثوا عن نفسهم ويعبروا عن نفسهم، فميرسي جدا لحضراتكم. بالنسبه لمشاريع التخرج، هو فعلا ده حقيقي، في بقى لهم حوالي 5 سنين او 4 كمان في الكليه، كليه الاعلام جامعه القاهره خاصه، بنهدف ان الفكره تكون ليها مواصفات معينه، سواء فكره المشاريع الصغيره او المشاريع الكبيره اللي هي فاينل بروجكت، لان احنا الطالب عندنا في قسم اذاعه وتلفزيون خاصه قسم الفيديو، هو انا بشرف على مشاريع راديو وفيديو، بس النهارده هنتكلم عن الفيديو بالتحديد. بيبقى مطالب منه هي بتبقى مجموعه كبيره، يعني مثلا اقل حاجه 20 طالب، انا معايا 22 طالب في مجموعه احمد وريهام، تم تقسيمهم على 11 مشروع صغير، بيبقى حاجه صغيره فيتشر او تقرير صغير جدا مدته لا تتجاوز ال5 دقائق بالكتير، وفي فاينل بروجكت ده بقى كبير بيشارك فيه ال22 كلهم مع بعض، بيبقى عباره عن فيلم وثائقي او تحقيق تلفزيوني كبير. فاحنا حاليا النهارده هنتكلم عن عكس المستحيل، هو عباره عن فيتشر صغير يعني مدته لا تتجاوز ال3 دقائق ونص، بس بصراحه احمد وريهام تعبوا فيه جدا ونزلوا تصوير 3 الفجر وكده. فلو هنتكلم ليه بنختار الافكار الاجتماعيه في الكليه او اللي بتمس الجانب الانساني وخدمه الوطن بالذات، هي دي طبعا في توجه حتى في الاعلام الدولي ان الحاجه الانسانيه او انسنه القصه الاخباريه هو افضل حاجه. فاحنا دايما بنحب المصطلح ده، ان احنا نقدم حاجه مش مجرد، يعني كان زمان في بقى بنلاقي مثلا موضوعات لايت عن فرق فنون شعبيه، احنا اوكي احنا مش ضد الكلام ده، بس ما تبقاش السمه الغالبة، مش دي اهم حاجه احنا محتاجينها حاليا في العصر الحالي. يعني في قضايا تستحق الاهتمام اكثر من ذلك في العصر الحالي، اكثر من ان انا اركز على موضوعات اللايت زي التوجه العام في التركيز على اللايت والفن فقط. لا اوكي، احنا مع احترامنا للوظيفه الترفيهيه للاعلام، لكن الوظيفه الاساسيه للاعلام هي التاثير واصلاح المجتمع. وطبعا انا حضراتكم ادرى مننا كلنا في الموضوع ده ان في نظريه اصلا في الاعلام اسمها نظريه المحامي او الشفيع اللي بيعبر عن المجتمع. صحيح. اللي هو بيبقى بمثابه محامي بيعبر عن فئات المجتمع المختلفه كلها، حتى الفئات اللي احنا على اختلاف معاها ايا كانت فئات عرقيه دينيه، احنا مالناش دعوه باي توجه، احنا كاعلامي وظيفتنا ان احنا محايدين، وده اللي بنعلمه للطالب في الكليه. ان انت تجيب فكره مشروع تكون اجتماعيه انسانيه بتؤثر، لان احنا مش دورنا، يعني احنا عندنا حتى كليه مسمينها فاكولتي اوف ماس كوميونيكيشن مش فاكولتي اوف انفورميشن، يعني مش كليه الاعلام، لا كليه الاتصال الجماهيري، لان احنا وسيلتنا الاساسيه الاتصال والتاثير. صحيح. وليس التقديم والرغي والحكي، دي مش وظيفه الاعلام الاساسيه. انا ممكن اكون مؤثر من غير ما اكون مذيع او من غير ما اكون معد او من غير ما اكون مخرج، ممكن اكون مؤثر وانا مونتير مجرد باللقطه بدي تاثير. ممكن اكون مؤثر وانا مصور، ممكن عندي ادي كادر يدي مليون معنى، يديني معنى الفيلم كله. طب دكتور دعاء، خلينا ندي فرصه لشبابنا بقى ان هم يقولوا لنا الانبوت بتاعهم او دورهم في المشروع.
عكس المستحيل. قولي احمد. البدايه سبب اختياري للفكره واجيب سبب عن طريق شغلي. انا شغال صحفي رياضي في موقع اخباري متخصص في الالعاب الاخرى، بمعنى ان انا مسؤول عن اي تغطيه اخباريه لاي رياضه غير كره القدم. فلما نزلت كان في الفتره اللي طلب مننا نجيب فكره للفيتشر، كان الفتره دي لسه دوره الالعاب الاولمبيه ودوره الالعاب البارالمبيه كان لسه خلصانه. فانا بطبيعه شغلي كنت بنزل اوردرات، كان دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه في مؤتمرات بيعملها بيكرم فيها الابطال اللي خدوا ميداليات في الاولمبيين والبارالمبيين الاثنين، ومؤتمرات تانية كانت برضو بتدعم الناس اللي هي ما خدتش، اللي ما كانوش موفقين وياخدوا بطوله، كان بيقول لهم ازاي يتعاملوا مع ده. وكان في برضو مؤتمرات تانية اللي هو لخطط اولمبيات وبارالمبيات باريس 2024. فانا بطبيعه شغلي كنت بنزل المؤتمرات دي. لما طلب مننا نجيب فكره للفيتشر اقترحت على ريهام. انت بذكائك انت وظفت معلوماتك الرياضيه. الفكره بنجيبها من يعني من البيئه المحيطه حوالينا، مش لازم ان نجيب حاجه. اصل هم كانوا طالبين مننا ان احنا نجيب فكره مختلفه ومميزه. فلقيت ان مفيش حد كتير عمل عن الحته دي، فاقترحتها على ريهام عجبتها، قلتها لدكتور دعاء بعد كده والجروب فعجبتهم جدا. بدانا بقى بعد كده في التنفيذ. كنا محتارين نجيب مين، يعني الفكره برضو احنا استقرينا خلاص عن الفكره، بس المصادر بقى نختارهم ازاي ما كانتش بطريقه عشوائيه خالص. اخترنا كابتن شريف عثمان، وده بسبب ان احنا مصر مميزه في رياضه رفع الاثقال جدا. احنا بندخل اي بطوله مصر بتبقى ضامنه معظم الميداليات اللي فيها، وبالذات في البارالمبي. احنا اخر دوره واخدين 7 ميداليات، 6 منهم في رفع الاثقال، وكان كابتن شريف عثمان منهم، خد ميداليه فضيه. والمعروف عن كابتن شريف ان هو بياخد ذهب دايما، بس الدوره دي بالذات حصل له ظروف ان هو اتصاب قبل البطوله على طول، فخد فضه، وده كان بالنسبه له اخفاق. المشكله بقى كانت عندنا في المصدر الثاني، احنا كنا محتاجين حد يكون شخصيه ملهمه جدا، شخصيه مميزه ومختلفه. اقترحنا في البدايه كابتن ابراهيم حميدتو، نجم تنس الطاوله. أيوة في الفتره كمان ان احنا اقترحنا فيه كان هو نجم شباك. أيوة. كان مطلوب في ومازال لغايه دلوقتي. لا يعني قال عليه شويه مجموع. بس في الفتره دي هو كان نجم شباك، كان طالع في كل البرامج، وكان طالع مع كابتن ابراهيم فايق، مع كابتن احمد شوبير، وكان كل الصحف العالميه ناشره عنه. يعني كان كل الصحف العالميه حرفيا كانت ناشره عنه، لان هو حاجه فظيعه. الصوره بتاعته اللي هو التنس، المضرب بتاع التنس في بقه، دي لفت السوشيال ميديا كلها. فاتواصلت معاه. كان المشكله بقى حصلت ان الشركه الراعيه كانت طالبه فلوس كتيره جدا، فاحنا بسبب ضعف امكانياتنا ما كناش. لا خلينا نتكلم، دي حقيقه. صحيح النجم يبقى ليه شركه راعيه، ليه شركه راعيه، ان هو يطلع غير ما ياخد الشركات الراعيه دي. طبعا. دي حاجه تحسب للدكتور اشرف صبحي ان هو زودها الحته دي، بتنفع في الرياضي مع الرياضي في رعايته. طبعا بتنفع في رعايته جدا، ما بتخلوش يفكر في اي حاجه ثاني، هو بيفكر في الرياضه. يعني في قضيه واحنا بايه يعني، فاهمه؟ اللي يشوفه بره حته كواليس كده، يشوف احمد بره واحمد هو الان يتكلم، لسه داخل دلوقتي فتح قطر يا معلم. لا انا عاجبني قوي الكلام ده، وعاجبني جدا كمان المشاريع دي بتدي انتماء للشباب، بتخليها تحب الرياضه اكتر، وتبين هي دي الرساله. اعلام رساله اللي احنا بنقوله هنا. وكان من ضمن الاسباب ان حمله قدرون باختلاف اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي كان اطلقها، فاحنا كنا عايزين نعمل حاجه يعني برضو في طريق الدوله، يعني برضو ندعم. كان في الفتره دي قدرون باختلاف عدى عليها وقت، فمش عايزين الناس تنسى. يعني عندنا مثلا صحابي، لا انا اعرفهم ان الناس دول بيتعبوا، بياخدوا بطولات وبيشرفونا بره، بيطلعوا. احنا بندخل اي دوره بارالمبيه بنبقى ضامنين عدد كبير جدا من الميداليات. احنا شاركنا في الدوره الاخيره ب 49 لاعب ولاعيبه، وده كان اكبر رقم في تاريخ مشاركات مصر في الالعاب البارالمبيه. قدرنا ناخد، كان المفاجاه في عدد الميداليات، احنا خدنا 7 بس، 6 في رفع الاثقال، واحده في البارا تايكوندو بس. ده كان حاجه مفاجاه. ليه؟ لان احنا بندخل البارالمبياد بنبقى ضامنين عدد كبير من الميداليات. في دوره ريو دي جانيرو احنا 2016 كنا داخلين ب 45 لاعب بس، وخدنا 12 ميداليه منهم 3 ذهب. حلو. دوس على الزرار. ايه ده؟ المايك معاك. ماشي. روح لريام بقى عشان ما سمعناش خالص. ريام انا عايز اعرف فريق العمل ودوركم، وسيب احمد على جنب، يعني سيب احمد دلوقتي خالص. استنى بس هنتكلم في حاجه تمر عليك. يا نهار ابيض، لو احنا بنعمل تيست للمايك انا كنت خايفه ان هو مش هيتكلم. مش صوته اصلا. حتى في اجتماعات المشروع بيبعد هادي كده وبتفاجئ بشغله. هنتكلم في كل حاجه. طيب. اهدى لي بس شويه. ريهام، فريق العمل. فريق العمل كان مكون مني انا واحمد تحت اشراف دكتور دعاء. هو اقترح عليا الفكره وانا كنت متحمسه جدا ليها بصراحه، لان برده كنت داعمه جدا لمبادره قادرون باختلاف. بدانا نقول
احنا عايزين نوصل ايه من الفكره دي، عايزين نكلم مين، عايزين ايه الرساله الاساسيه اللي عايزين نقولها. احنا كنا مهتمين جدا باهتمامات الدوله وقتها بالناس دول، ان فعلا قدراتهم خارقه جدا. وكمان كنا عايزين نقول لاهاليهم، اهالي ذوي القدرات او ذوي الطاقات الخارقه، ان انتوا فعلا معاكم طاقات لا تقدر بثمن، ومعاكم مواد كتيره جدا، دوروا وراهم ونموهم اكتر واهتموا بيهم وكده. بس وبدانا بقى يعني نقسم الشغل بينا في الاعداد. بدانا نقسم الشغل بينا في الاعداد، بقيت انا اكتب اسئله، هو يعمل انترفيو، انا اكتب لقطات تصوير. مين اللي كان بيصور ومين اللي كان بيسال يعني مين ايه دورك كان ايه؟ قسمناها، انا كنت معاه في التصوير، نزلت معاه يوم تصوير، كان الساعه 3 الفجر، وكان الموضوع فعلا صعب جدا، وفي عز البرد، كان تقريبا في شهر ديسمبر. فكان الموضوع صعب يعني، بس الحمد لله بقيت انا اسالهم انترفيو، احمد يصور ونبدل بين بعض وكده. بس وفي مرحله المونتاج انا افلتر، احمد يساعدني في المونتاج بس، والحمد لله طلع فيتشر يعني كويس. انت عارفه يا ريهام، انت بتقولي كنا بنصور بالليل متاخر في عز البرد، الاحساس لا فكرت بيه الحاجات دي، التحديات بقى. التحديات دي ليه قبلتوها؟ اللي حاتم قاله الحماس، الباشن، انتوا بتعملوا الحاجه وانتوا بتحبونها. كنا مقتنعين جدا، احنا عشان كنا فعلا مقتنعين جدا بالفكره وعايزين نوصلها بشكل كويس يعني، وكان فعلا جوانا حماس كبير قوي ان احنا نوصل صوره الناس دي، ونقول لهم ان هم يعني حرفيا كاملين ما شاء الله، يعني انت موجود، اذا انت تقدر وتستطيع. ويمكن يكون هم فيهم حاجه احسن واقوى من ناس كاملين جدا يعني. هو مش معنى ان هم عندهم يعني اعاقات في حاجه معينه معنى كده ان هم ناقصين، ده لو كده يبقى احنا كلنا ناقصين، لان ما فيش حد كامل خالص. بالعكس ما شاء الله، يعني البطل يوسف محمد عاقته شديده جدا، يعني عنده نقص في الاربع اطراف، ويعني وكمان بطل في رياضه صعبه جدا زي السباحه. تمام، هرجع لك تاني دكتور دعاء. يعني لما الطلبه بيحبوا المشرف اللي معاهم او الليدر اللي معاهم، بيبذلوا كل حاجه وبيسمعوا له وبيتعملوا شغل، واضح جدا ان في تيم ورك، واضح جدا ان في حب متبادل بين الفريق العمل. واختيار فريق العمل بيبقى نسبه نجاحه، هو بسم الله الرحمن الرحيم 60% نجاح من اختيار نفسه قبل بقى الفكره والموضوع. الدنيا مشت ازاي في الاختيار بشكل عام احكام بين احمد وريهام خاصه ولا عموما؟ عامه في ال 21 انت عندك 22 حد صح؟ في المجموعه الواحده. والله هم بصراحه هم مجموعه متعاونه، يعني مقارنه بباقي المجموعات على السنوات اللي فاتت هم اقل مجموعه يعني اختلافات. طبعا بيبقى فيه تطشات دي بتحصل بين اي حد، بس بتبقى بسيطه يعني، بيبقى الاختلاف اللي يؤدي في الاخر الى وجهه نظر مجمعه وشامله للاراء كلها يعني، وترضي الاطراف كلها. بس بالنسبه لاحمد وريهام على وجه الخصوص، هم بصراحه من اكتر الناس المتفاهمه في التيم. يمكن يعني في ناس يعني بتختلف مع بعضهم في وجهات النظر، بس في الاخر بنستقر على حاجه. بس احمد وريهام مش من النوع ده خالص، هم كانوا متوافقين جدا، ما شالونيش همهم بالعربي كده خالص بصراحه في المشروع، ما جوش اشتكوا لي من بعض خالص، ولا حتى من اي حد تاني في التيم. يعني عمرهم ما جم قالوا لي مثلا انا متضايق من المخرج او المعده او المصور، لا، هم حتى على مستوى المشروع الفردي كانوا ملتزمين بكل الاداب يعني اللي يجب الالتزام بيها في التيم ورك، وبرده في الجماعي كانوا كذلك. فبصراحه يعني ما ضايقنيش في اي حاجه. يمكن احنا لاحظنا الموضوع ده في مشاريع التخرج، الليدرشيب او القياده، انه يكون في المعيد اللي بيقود الفريق، لما بيكون في توافق ما بينه وما بين الشباب بيبقى الموضوع مختلف طبعا. بس انا في حاجه دايما بتبقى متعبه شويه، لما يكون الحماس عالي قوي وحجم كبير، الليدنج بقى او القياده بتبقى صعبه شويه. قدرتي يعني تحجمي شويه الحماس ده وتوظفيه صح ازاي؟ انا طبعا هقول لحضرتك، هو احنا طبعا كل معيد سواء في نفس القسم اذاعه وتلفزيون او في الاقسام الثانيه بيختلف في الكاركتر بتاعه او الشخصيه عن التاني. يعني في معيد ما بيحبش يحدد مخرج من الطلاب لفريق العمل، بيحس ان هو هيستبد برايه او كده، فيقول لا الاخراج فريق العمل. او مثلا ما بيحبش في القياده يخلي طالب يقود المجموعه معاه، بيبقى عايز هو اللي يقود الدنيا. في معيد تاني بيحب يدي للطلبه بيغامر. مساحه ان هم بيغامر، بيديهم مساحه ان هم يبداوا يتدربوا، ان هم يشاركوا معاه في القياده، ان هم هو طبعا بيبقى الراي الاول والاخير لمشرف المجموعه اللي هو المعيد او المدرس المساعد اللي بيشرف عليها. بس بالنسبه لي انا هقول لحضرتك انا درت الموضوع ازاي. انا بصراحه وانا لما كنت طالبه
مريت بنفس التجربه بالظبط بتاعت احمد وريهام وباقي المجموعه وباقي حتى المجموعات التانية اللي معايا، فانا حاسه بيهم لان انا حتى لسه متخرجه من قريب من سنتين 2019 يعني. فانا حاسه بمعاناه الطالب ان هو لما بيلاقي المعيد مش مسيطر او مش عامل كنترول بيبقى هو اكتر حد متضرر الطالب، بيتوه كمان، بيتوه وبيحس ان لازم في حد يبقى في شخصيه قياديه، يعني ما يبقاش سايب ولا الدنيا يعني مفتوحه قوي أيوة او مرنه قوي ولا يبقى شديد قوي. يعني في معيد بيحب اللي هو يبقى شديد قوي ما يديش حتى للطالب رقمه، في ناس كده تحب تدي الميل ما تديش حتى الرقم، في معيد تاني لا مرن بس بوسطيه اللي هي المرونه اللي ما تخليش الطالب يصل لمرحله انه ياخد عليه او يتجاوز عليه. تمام. فهي دي افضل مرحله اللي هي المرونه في القياده، ولا الشد قوي ولا التسايب قوي. انا عندي 30 ثانيه عشان البرنامج خلاص بيخلص. تمام. ممكن تديله المايك بعد اذنك احمد؟ 30 ثانيه هتكلم منهم 20 ثانيه بس عشان عايز اسال حاجه بسرعه لريهام. ايه السرعه دي؟ الفكره المبادره دي مجرد مشروع تخرج ولا انتوا ناويين تكملوا؟ لا لا انا ناوي اكمل، انا بعد الحلقه دي مباشره انا هناوي ان انا ابعت الفيديو للجنه البارالمبيه دكتور حياه وان هي تنشره على صفحته، وبرده دكتور اشرف صبحي انا يعني بنزل مؤتمرات كتير بشوفه كتير جدا فهو بيشجع الحاجات اللي زي كده، انا حضرت له هو بيحب الناس دي جدا يعني، هو في حضرت له في مؤتمر مسك المايك لابراهيم حميدته فهو بيحب الحاجات دي جدا، فانا هبعت الفيديو لوزاره الشباب والرياضه واللجنه البارالمبيه وباذن الله هنعمل جزء تاني. طيب احمد ريهام بقى. طبعا ناويين نكمل في الموضوع ده كمان علشان يعني عايزين نقول ان الناس دي موجوده وليها حق في المجتمع، عايزين نعمل كمان نساعد الدوله في عمليه دمج الشباب دول في حياتنا بشكل عام، الحياه العمليه والاجتماعيه والثقافيه، كمان نسمع لمشروعاتهم اكيد عندهم افكار كتير جدا جذابه، وعايزين كمان نشارك يعني كدورنا في الاعلام ان احنا نزود من نسلط الضوء عليهم بشكل اكبر وعلى انجازاتهم يعني، ونضمن لهم حياه ميسره كده وسهله ان شاء الله. دكتور دعاء بقى ختام سريع بخصوص المشروع بتاعهم ولا طلبه اعلام عموما بشكل عام؟ تمام. هو بشكل عام والله انا بتمنى يعني ان طلبه اعلام يعني كل البرامج او حتى اكتر من برنامج يبقى زي حضراتكم كده يعني ياخدكم قدوه ويعمل كده مع الطلاب، يديهم حتى فرصه ان هم يعبروا عن نفسهم، يعرض اعمالهم، حتى مش هنطمع ونقول يوفر لهم فرص عمل بس على الاقل يعرضوا اعمالهم ويسيبوا بقى الجهات المهتمه هي اللي تختار من الطلاب دي من يستحق ان هو ينال فرصه عمل. فبصراحه دي امنيتي الوحيده لان انا ببقى حاسه بمعاناه الطلاب كلهم زي ما قلت لحضرتك والاستاذ حاتم. ميرسي جدا حضرتك. دكتور دعاء، ريهام، احمد، نورتونا وربنا يوفقكم ان شاء الله في تحقيق كل اهدافكم. حاتم، الحماس ده بيدينا طاقه ايجابيه غير عاديه، ايه رايك؟ غير كده لما نتكلم على جامعه القاهره فانا شهادتي مجروحه، مش هتكلم على الجامعه مع كامل احترامي للجامعات الثانيه، لكن لما يبقى عندك شباب زي ده تطمن ان بكره هيبقى احلى بكتير ان شاء الله. مشاهدينا بكره اسره جديده من مصر جميله، دايما خليكم عارفين ومتاكدين ان مستقبل بلدنا هيكون اجمل بكتير بشبابنا. استنونا بكره اسره جديده ومصر جميله.